بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. والبدر يقترب أن يكتمل قمرا. أتحدث عن الأهلي. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك وأعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة. صحيح النهاردة متأخرين شوية لظروف مباراة النصر، وحنسهركم شوية فاعذرونا، حتى وإن كان المهندس عدلي في ظرف صحي ولسه راجع من المستشفى امبارح. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله خير. كان بعمل عمليه قسطره كده في ظهري، عشان قسطره في الظهر. قسطره في الظهر عباره عن حقن في النخاع بتاع العمود الفقري، عشان يخفف الضغط على العصب. يعني كان عندي مشاكل في ايدي اليمين ورجلي. الف سلامه. فالحمد لله. والحقيقه طاقم دكاتره الفخر في مصر ان اعلم ان الدكتور محمد عبد الرؤوف احد القلائل اختار مصر، يعني لما راح الناس احتفت بيه وادهشهم انه هو بيشتغل الشغل ده يعني. والمساعد بتاعه راجل اهلاوي جميل جدا، دكتور سمير حقيقة تمينا شوية بأن احنا نعمل مراكز طبية متخصصة. ده يعني بالمناسبة لأنهم متخصصين في الركب وتغيير المفاصل. يعني فعلا العظم في مصر في دكاترة تقال قوي. عظم مصر بخير. عظم مصر بخير، لأن دكاترتنا بخير الحمد لله. يا رب دايما ان شاء الله. بدليل انا قاعد معاك الحمد لله النهارده، يعني امبارح اعمل القسطره والنهارده اديني قاعد معاك ونجيبك نسهرك. الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس. الله يسلم حضرتك. الحقيقه النهارده في حادث اليم بننعي بيه اسره اللاعب البطل، واحد من ابناء النادي الاهلي، والاسره السباح عمر زياد ابراهيم عليه رحمة الله، مواليد 99، يعني 18 سنة. وفاته المنية إثر حادث سير في التجمع يا باشمهندس. يمكن كابتن أحمد أسعد المدير الإداري لفريق السباحة في النادي الأهلي هو اللي أكد هذا الخبر اللي صدم أسرة السباحة وأحزن كل الأهلوية. الحقيقة عمر لاعب في فريق السباحة مواليد 99، أخته كمان السباحة لما زياد إبراهيم أيضا أكبر منه بسنة في فريق 98، من العناصر الواعدة جدا في السباحة وسيرتهم الطيبة بين أسرة السباحة خلت الجميع استقبل هذا صورته. الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله، حزن يعني شديد. ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب، ويعني يحفظ أبنائنا جميعا. يعني حوادث السير دي من الحاجات اللي بتبقى مؤلمة جدا على الأهل، لأن كل واحد بيفكر يعني اولاده نازلين ربنا يرحم لهم بسلامه. يعني سواء خطا منين، الحسبه ما بتتحسبش كده، بتحسب ان ثمه خطا في قواعد المرور يؤدي ايه بحياه ناس منهم شباب زي كده. الف رحمه ونور على هذا الشاب السباح، وربنا يصبر اسرته يا رب واسره السباحه وكل اصحابه. حلقه النهارده حلقه مهمه، حتى وان كان الوقت بس ساعتين وانت راجع من المستشفى، فهتستحمل ان انت هتجري ورايا بسرعه. انا قلت لك ايه؟ قلت لك انا هحتج على المهندس عامر حسين لانه مضطهد البرنامج. كل اثنين وخميس يعمل لنا ماتش للاهلي. لكن رجعت فكرت وانا جاي، طب ما لو الموضوع كده لكل مره هنيجي بهذه النشوه والاهلي يكون فائز وفوز جميل زي النهارده والانتصارات الماضيه، لا يا عم اعمل لنا كل 2 و5 ماتش، لا بس بشرط تمشي الامور على هذا النحو. تمشي الامور على هذا النحو، ويبقى في الحلقه كمان 5 عناوين مهمه يا رب نلحق ناخدهم بقى. ولما وصل الفارق للـ20، الحكم قبل المداوله، طب واخرتها؟ لكن ازمه الاجانب مش كلامنا. وفي النهاية جولة مع الهجاصين والدجالين وبتوع الترامادول كمان. ده المحتوى بتاع الحلقة اللي نتمنى إن شاء الله نقدر نتابعه مع حضراتكم سريعا. لكن النهاردة باشمهندس الأهلي بيفوز أو بيحقق أكبر فوز له في الدوري السنة دي 5-0.
وليد أزارو هدفين عشان يعزز صدارته لسباق الهدافين، وعشان كابتن حسام البدري يسجد شاكرا، ومحمد هاني المدافع سجل، وصلاح محسن في أول تهديف له مع النادي الأهلي زار شباك النصر، وكريم ندفد أيضا اللاعب اللي من وجهة نظري يستحق فرص أكتر ويستحق الناس ترضى عنه شوية، خاصة جمهور السوشيال ميديا، لأنه فاكرين كريم ندفد لما أعير قدم مستويات جيدة جدا خلت كل الناس تبقى سعيدة أنه هيرجع الأهلي. فأتمنى المزيد من المساندة له ولكل أبناء الأهلي. الجهاز الفني للأهلي قرر منح اللعيبة راحة بكرة إن شاء الله الثلاث من التدريبات لالتقاط الأنفاس للمرحلة اللي جاية يا باشمهندس. الفريق هيستأنف تدريباته يوم الأربع في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي اللي هتبقى يوم السبت بإذن الله في الأسبوع 26. قدامنا الأهداف أهي بتزاع. مكاسب كتيرة الحقيقة في مباراة النهاردة. ده هدف صلاح محسن رغم انه هدف سهل بس كان مهم له. طبعا يعني المكاسب النهارده كتيره. صلاح محسن بيسجل، وليد ازارو بيعزز سباق الهدافين، وحمودي بيلعب واحده بوش رجله، حمودي بيلعب كمان مباراه جيده يعني حسام غالي الكابيتانو يظهر لاول مره بالفانيلا الحمراء بعد عودته من تجربه احترافه مع النصر السعودي. ده جون كريم ندفت الخامس، وده كريم ندفت ايضا من مكاسب المباراة اللي أوصلت الأهلي للنقطة 66 وعززت الفارق بينه وبين الوصيف الإسماعيلي ل 20 نقطة. الأهلي تلقى اختار من اتحاد الكورة بيحدد له يا باشمهندس أعداد الجماهير المسموح بيها، بيقول له المباريات اللي جاية 300 فرد في المباريات اللي هتقام في ملاعب الدفاع الجوي واستاد القاهرة وبرج العرب والجيش الثالث في السويس واستاد الإسماعيلية. هذه الملاعب مسموح فيها بحضور 300 مشجع لكل نادي في مباريات الدوري. في مباريات الكاس بتزيد المسألة ل 5000 في المباريات اللي هتقام في استاد برج العرب، لكن بقية الملاعب هيبقى بحضور 2000 مشجع في هذه المباريات اللي هتكون في استادات القاهرة والسلام والدفاع الجوي وبترو سبورت، اللي هي يعني بتشهد معظم مباريات الدوري. تمام. والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي اللي تلقى خطاب اتحاد الكرة أكد التزام الأهلي بكل الضوابط اللي بيقرها الاتحاد. عبد الله السعيد نجم الأهلي المتألق وواحد من أبرز نجوم الدوري السنة دي حصل على راحة لمدة 3 أيام من الإصابة اللي بيشتكي منها في العضلة الخلفية، وهيرجع عبد الله بعد 3 أيام يمكن يوم الخميس يعمل أشعة عشان يتبين بها الجهاز الطبي درجة ومستوى الإصابة ويحدد على أساسها موعد عودته إن شاء الله للمباريات. بمناسبة عبد الله السعيد والإصابات الكتيرة وأحمد حمدي هتوقف النهارده على التبديل اللي حصل لصلاح محسن. إن هو لعيب لسه جاي النادي الأهلي لا يعاني من الإرهاق، ولكن خرج يعاني من شد أو كرامب شديد يعني تقلب. ده معناه إيه؟ معناه الناس لازم تلتفت إن الحالة البدنية اللي وصلها النادي الأهلي دي مش من فراغ. أيوه ده تدريب مختلف خالص. اللعيبه سواء الصاعده من الناشئين او اللي جايه من بره بتاخد وقت على التاقلم على الجهد البدني اللي يجب ان يبذلوه من خلال اعداد مختلف. صحيح. فهذه ليست اصابات، يعني خروجه النهارده ده دليل صحه التدريب مش العكس، ان هو بيتلقى جرعات مش متعود عليها لكن هياخد وقت، هتلاقيه واحد تاني باذن الله ان شاء الله. أحمد حمدي أيضا من العناصر الواعدة بقوة في خط الوسط، مصاب بيأدي برنامج تأهيلي لتقوية العضلات، والجهاز الطبي سعيد بالتحسن الحالة لأحمد حمدي وإن شاء الله ينهي برنامجه التأهيلي خلال الأيام القليلة القادمة. على كل الاتجاهات الأهلي شغال. يمكن الكابتن محمود الخطيب بعد عودته والحمد لله من رحلته العلاجية لألمانيا، كابتن الخطيب رجع مساء السبت هيعاود السفر من جديد خلال ايام ايضا للطبيب الالماني اللي انا عارف انه سافر السبت اجتمع مع المحافظ الحد. يعني البرنامج هو بيرجع كانه موجود في القاهره. طيب. ينفذ برنامج العمل كما هو موضوع. فتراس الكابتن الخطيب وفد يمكن كان معاه الاستاذ العامر فاروق نائب رئيس النادي، زار محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد لإنهاء الإجراءات الخاصة بتقرير
نادي للكثير من المنشآت، سواء التطوير أعمال التطوير في أسوار النادي في مقراته أو في الجديدة في فرعي النادي سواء مدينة نصر أو الجزيرة، وأيضا عند المجلس خطة كبيرة في الشيخ زايد. المقابلة المهمة جدا لمحافظ القاهرة حضرها مهندس الجهاز المشروعات الخدمية الوطنية التابع لوزارة الدفاع، اللي أيضا بيشاركوا النادي في إنجاز هذه الخطة الإنشائية المهمة. بس كمان كان المهم أن الكابتن الخطيب واضح أنه عنده علاقة بالمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة من فترة بعيدة جدا، وبيشيد الكابتن الخطيب بالترحاب أو بالحفاوة اللي لقيها وفد الأهلي في المحافظة، وقال أنه سعيد جدا بأنه المهندس عاطف عبد الحميد يتولى محافظ القاهرة لما ليه من واضح سيرة طيبة جدا وعلاقة جيدة جدا. شوف مهندس، بالإضافة إلى العلاقة الخاصة اللي طبعا بتكون هي المدخل اللي بيسهل لك حتى عرض الأمور، أيوة، إلا أن التعامل بين الجهاز المسؤول مع النادي الأهلي هو تعامل تقدير من أن المحافظ مؤكد سعيد أن في كيان زي النادي الأهلي ده في إطار المحافظة، في إطار محافظته. صحيح. وأكثر سعادة بأن أزرعه تمتد إلى أطراف القاهرة الكبرى. كبرى. من أكتوبر للتجمع للمش عارف فين، كل لمدينة ناصر، كل هذا. معهم العميد محمد مرجان. كل هذا بيدعم المحافظة وبينميها. يعني النهاردة النادي الأهلي لما هيروح التجمع يعمل الاستاد بتاعه هناك، ده مش استاد، ده منشأة رياضية ترفيهية تضم استاد، مؤكد هتنمي تنمية عالية جدا. ده مركز تجاري رياضي غير مسبوق، فندقي سياحي. إذا أنا بتكلم في الخطة الكاملة، لكن طبعا المرحلة الأولانية اللي هي دعم تطوير الأفرع المقامة حاليا، كل هذا يبدأ بحركة عشان ما نقعش في المحظور تاني. احنا ما عملنا حمام السباحة الكبير بتاع مجمع السباحة بتاع مدينة نصر، المحافظة بعد يمكن 10-12 سنة حلت المشاكل. فأن تبدأ بالخطوة السليمة، عشان كده ما كنا بنقول ان المجلس الأسبق بقيادة كابتن حسن حمدي عمل الشغل الأصعب في الشيخ زايد، انه يجيب التراخيص ويعمل البنية التحتية، ما كناش بنتكلم في فراغ. أيوة. هي دي أصعب مرحلة. اللي بيطلع فوق الأرض ده أسهل مرحلة، لكن التراخيص وشرعية العمل والبنية التحتية دي أصعب مرحلة. فهو بيشتغل صح كده، ما بيحطش العربية قدام الحصان، بيحط الحصان عشان يجر القاطرة بإذن الله. في هذا الاجتماع المهم أيضا المهندس عاطف عبد الحميد المحافظ عبر عن سعادته الكبيرة بزيارة وفد النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب له، وقال أنه سعيد جدا بهذه الزيارة، وأنه هو هيلبي دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي لزيارة مقر النادي في الجزيرة لتفقد المنشآت والخطة الإنشائية المزمع تنفيذها في مقرات النادي المختلفة. وأكد المحافظ أنه بيدعم الأهلي بكل المتاح وهيقدم له كل التسهيلات في سبيل مساعدة النادي على القيام بدوره الوطني المهم لخدمة الشباب والرياضة. أيضا في إطار نفس يعني هو العلاقات العامة هنا مفيش مجاملة، عشان من الناس ما تبتديش برضو كعودها إنها تشوه أي عمل، بس هيسرع من إجراءات التراخيص الواجب الإسراع فيها. صحيح. بس محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي استقبل أيضا بالأمس وفد من اللجنة الإعلامية للاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه اللجنة بتزور القاهرة باعتبار مصر واحد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم القادمة في روسيا، ويمكن زيارة للأندية المهمة في كل دولة من دول المونديال، والوقوف على استعدادات اللاعبين الدوليين للمشاركة في المونديال، باعتبار أنه عدد من لاعبي النادي الأهلي مرشح انضمامهم للمنتخب، شريف إكرامي، أحمد فتحي، سعد سمير، عبد الله السعيد، قاموا بالتسجيل مع وفد الفيفا. وأكد وفد الفيفا أنه سعيد جدا بالتواجد في النادي الأهلي بعد ما عرف معلومات كافية
عن تاريخ النادي الأهلي الكروي وعن بطولاته عن مكانته الدولية وعن إسهاماته باللاعبين الدوليين للمنتخبات. بمناسبة نجوم الأهلي، وليد سليمان اشتكى يمكن من أو هكذا قالت المسا يا باشمهندس، إن وليد سليمان غضبان من القعدة، رغم إنه كلنا متفقين على إنه فكر الكابتن حسام البدر والجهاز الفني بتدوير الفرصة بين كل اللعيبة لا يمكن يكون هدفها التقليل من إمكانات لاعب أو قدراته أو شأنه. هي الفكرة كلها إزاي يقدر الجهاز الفني يستفيد من كل العناصر المتاحة ويحاول يستثمر كل الطاقات الموجودة ويوزع حتى الجهد على الجميع، بحيث أنه يدي اللعيبة الدوليين بالذات يعني بس أنا عايز وليد سليمان أو غيره فرصة للراحة. عايز أرجع مين مصدر الأخبار دي؟ انطباعات. لا ده بيحدد أسماء. يعني قد يكون الخيال واسع شوية، لكن قطعا في أساس النطورة. أيوة. مش ممكن يكون لا اللاعب ولا أحمد أيوب ولا حسام البدري يعني أنا الأوان بقى الناس تشوف مين اللي بيزحلق الأخبار دي. جريدة الوطن، يمكن التونسي المتألق داخل صفوف القلعة الحمراء يتحدث للوطن، شخصيتي القوية سر تألقي مع الكرة المصرية. ونقلت الوطن في حوار مع علي معلول، قال لك الأهلي بيلعب لوحده في الدوري ولا منافس له، وأرفض تماما اللعب للزمالك. قال كمان علي معلول، تعافيت من الإصابة وجاهز للمشاركة في المباريات وبطولة الدوري ما زالت في الملعب. تحديت نفسي في مواجهة الترجي للتخلص من أخطائي خلال اللقاء، ولاعبوا النجم استسهلوا مباراة العودة معنا ففزنا عليهم بسداسية. قال علي معلول، حزنت كثيرا لضياع البطولة الأفريقية وظروف كثيرة وراء خسارة أغلى لقب عندي. قال معلول، أنتظر العرض المناسب للرحيل عن الأحمر في الصيف المقبل، وكنت قريبا من المغادرة إلى فرنسا، والمجلس أقنعني بالبقاء، والدوري التونسي أقوى من نظيره المصري بمراحل، وبيقول شيكابالا أفضل وأصعب لاعب واجهته. قال علي معلول، لو عدت إلى بلدي باب الترجي مغلق أمامي، ولن ألعب إلا للصفاقس باعتباره ابن مدينة صفاقس، والفراعنة والتوانسة سيحققون نتائج رائعة في المونديال. أيضا من عناوين حوار علي معلول لجريدة الوطن، 1.5 مليون يورو القيمة السوقية الحالية للاعب، وكان قد انتقل للأهلي ب 700 ألف دولار. في إطار برضو حواراتها جريدة الوطن، حوار آخر مع بكماني، قال التوربين القافلة الحمراء السريعة يتحدث للوطن، ما زال عندي الكثير لتقديمه لنادي القرن. وقال بكماني، الحب والحرفنة سر انتصارات الأهلي، وأحلم أن أكون موهبة أو في موهبة محمد صلاح. قال على ترجمة اسمه، قال لك اسمي معناه قوم وقف. يعني اللي احنا عمالين نهزر بكماني مهالمبي ومش عارفين يعني اسمه ستاند اب. ايوه اسمه ستاند اب، قوم وقف وانت بتكلمني. فقوم وقف وانتوا بتتكلموا على بكماني بقى. قال كمان يحتاج المشاركة في المباريات بصورة أكبر، توفيق وسمير والسولية أقرب اللاعبين لنفسي، لم أغضب من الجلوس احتياطيا، رقصتي عقب الأهداف تعبير عن الفرحة، ودي رقصة تعبير من تراث جنوب أفريقيا. قال حبي للأسماك زاد كثيرا في مصر، أعشق ريال مدريد، السنغال صعدت لكأس العالم بالحظ، كنا نستحق أن نكون في روسيا كمنتخب لجنوب أفريقيا. قال بكماني، فارق النقاط سيساعدنا في الفوز بالدوري بسهولة، والمنافسة مع خط هجوم الفريق الأحمر شرسة للغاية. قال طموحي الأكبر هو الفوز مع الفريق بدوري الأبطال، وقال إن مدرب الأولاد يتابعني باستمرار. ده يمكن تصريحات بكماني يا باشمهندس. لكن انت عندك بعد كده خبر مهم جدا، ترتيب هداف العالم في 2018. اتفضل. لما عندك اجويرو 12 جون ده اسمه كده. ديربي شاير 11 جول، ايوب
الكعبي جايب 11 جول كده، انت كده أزاره بقى 10 النهارده بقى 10 ينط على طول بعد ايوب. لكن قبل النهارده كان جونسون ماكدونالد 10 كده أزاره الرابع على مستوى العالم. الكسندر كان 8 بروجوفيك 9 تجوان، كريستيانو رونالدو 9 تجوان، لويس سواريز 9 تجوان، وليد أزاره النهارده يبقى قبليهم 10 ده دخل لقدام. طيب عبد الستار صبري، انا كنت الاقرب للاهلي وصالح سليم والقيعي ساعداني على الاحتراف في البرتغال، تحب افكرك بعبد الستار صبري وكلامه؟ انا عبد الستار صبري ده لعيب رائع وشخصيه اكثر روعه. طب ما نفكرك بيه. فكرني بيه. كابتن عبد الستار، انت من اللعيبه اللي ظهر او كان حصل عليها ازمه برضو كبيره، عبد الستار يروح الزمالك، لا يروح الاهلي، طب يبقى في المقاولين. الكواليس بتاعت القصه دي لو انت رجعتنا ليها، انت كنت اقرب لمين؟ اقرب للاهلي ولا اقرب للزمالك؟ لا اقرب للاهلي الصراحه. الاهلي يعني برضو في من كتر يعني الاهلي برضو كان ليه دور كبير قوي. اكلمك برضو بصراحه ان الاهلي ليه دور كبير ان انا احترفت بره. يعني زمان وانا بلعب في نادي المقاولين كان في عقود طبعا اللاعب الهاوي يعني لازم يعمل عقد مع النادي بتاعه. انا ما كنتش عامل عقد بس من حقي ان انا احترف بره. بس جوه مصر ما ينفعش العب جوه مصر الا في النادي ايه بتاعي. النادي الاهلي كان له دور كبير قوي ان هو يسفرني بره. وداني ساعتها كانت كابتن صالح سليم الله يرحمه. قعدت معاه وباشمهندس عادل الكاي، سافروني لنادي ترول النمساوي مجرد فتره معينه وارجع النادي الاهلي. وقعدت فتره هناك بس ايه لما مشيت هناك في نادي ترول النمساوي النادي عايز يعمل معايا عقد والحمد لله حصل عقد. وكابتن صالح سليم واقف معايا وساعدني وهو اللي عمل لي العقد وخلاص كملت الاحتراف بتاعي. وفضل مصلحتك انت بالظبط. وقال لي النادي الاهلي بيدك في اي وقت ان انت ترجع في اي وقت. يعني كان النادي الاهلي كان ليه دور كبير قوي ان انا ايه هسافر بره. اتفضل يا باشمهندس. عايزك تحكي لك يعني اللي حصل؟ هو عبد الستار صبري كان ما عندوش عقد. وكان في ناس من النمسا جايين بيدوروا على لعيبه يعني. وكان في الوقت ده محل اهتمام الانديه ومنهم النادي الاهلي. فهو يعني التقى الناس بتوع النمسا طبعا اول ما جم لمين؟ للي يعرفوه في مصر كابتن صالح سليم. طبعا. احترف هناك فعرض عليهم مجموعه من اللاعبين يعني ثلاثه اربعه كده قال لهم دول لعيبه فيهم اخلاق وفيهم يعني شخصيه انه يقدر يكون لاعب محترف يعني وفيهم مهاره. هم تابعوا وعجبهم عبد الستار صبري فراح. عبد الستار صبري لو مضى عقد هناك هيبقى فري. فهو قال انا لو ربنا ما وفقنيش عايز ارجع النادي الاهلي. فلما راح هناك انا ما اعرفش عمل ايه مع يعني الجزء بتاع كابتن صالح انا ما اعرفوش. بس هو اتصل بيا وقال يا كابتن عادل هيعملوا له عقد ب 180 الف دولار اعمل ايه؟ قلت له لو رجعت انا اللي هسلمك بنفسي لنادي المقاولين لان ما فيش. كان ساعتها رقم كبير جدا. قلت له عبد الستار هو حد يلاقي فرصه زي دي؟ قال لي لا انا بسال عشان انا بحترم يعني ان انا قلت لو هرجع مصر هرجع النادي الاهلي. قلت له ما ترجعش مصر. ويوم ما ترجع قلت له ما ترجعش مصر. وهو طلع من النمسا على بنفيكا. يعني هو كانت موهبته واضحه عاليه. المساله انك مش بتستغل الظروف او انك انت بتفرح. لو قلت له ارجع كان هيرجع. ده يعني قبل ما يمشي كان مضيلي عقد وسايبه عندي وما زال موجود عندي. فقلت له لا يا عبد الستار خلاص انت ربنا اختار لك طريق يعني امشي فيه. ويبدو انه خد راي الكابتن صالح ولقى نفس الكلام يعني. طيب التاني ده مش اخوه بس عنده نفس التقدير لموقف الاهلي معاه، رامي صبري مدافع انبي. كان قاب قوسين او ادنى من الانتقال للاهلي ليله الانتهاء القيد الشتوي الشهر الماضي. وحتى رامي اتكلم في كل البرامج بعد مباراة انبي والزمالك وكان واضح جدا قد ايه متحمس جدا ومتلهف على تحقيق ما وصفه بانه حلم حياته. هنسمع رامي صبري
لسه بيحلم بالانتقال للاهلي ونسى المهندس عادل هتعمل ايه. النادي الاهلي نادي كبير، حلم بالنسبه لاي لعيب في مصر اكيد طبعا، كان حلم طبعا ليا ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي، ما حصلش نصيب وما كنتش موجود، اكيد انا حاولت مع الاداره هنا بس ما حصلش نصيب واكون موجود معاهم، اكيد النادي الاهلي ده كان هيمثل لي حاجه كبيره جدا، بس برضو انا اكيد في نادي انبي، نادي محترم، اداره محترمه. بص انا يعني انا الحمد لله بلعب كل ماتش بلعبه، بسعى ان انا نكسب عشان خاطر انا بلعب في نادي اللي هو اكل عيشي منه، طبعا نادي انبي بخلص له جدا، وفي نفس الوقت بلعب عشان لو النادي الاهلي متابع اكيد يبقى انا نفسي باذن الله السنه الجايه في اول السنه ابقى موجود في النادي الاهلي، وده حلم طبعا اكيد، بس خلاص طالما انا متواجد في نادي انبي انا هخلص للنادي اللي انا متواجد فيه، نادي مش مخلي حد محتاج حاجه فعلا، بس اكيد كل مباراه انا هسعى فيها ان هكون حاطط في دماغي ان جهاز النادي الاهلي لسه فاكيد انا هخلص عشان ابان بصوره كويسه باذن الله في اول السنه ابقى موجود معاهم ان شاء الله. يعني متابعه الاهلي ليه دافع قوي طبعا للاجاده. هو ولد محترم واضح وكل كلامه فيه احترام وفيه احترافيه. أيوة. اكل عيشي هنا. أيوة. هخلص هنا. أيوة. بس عيني وتالقي وبضاعف مجهودي علشان يمكن يكون الاهلي لسه بيفكر، يمكن يكون الاهلي لسه بيفكر في ايه. تعليقات مهذبه من لاعب بشخصيه والله تليق بالنادي الاهلي. صحيح دي حاجه. انا بس ايه وانت بتكلمني عمال استرجع بعض الحاجات عن عبد الستار صبري. لان لو كان الغرض، اصل في ناس هتقول لك اصل سفروه عشان يرجعوه، كنا رجعناه. ما هو سالنا والعقد عندي. وقلت له لو رجعت هترتكب في نفسك جريمه وتستحق فعلا انك ما ترجعش على النادي الاهلي. يعني انا شفت ان وكان وقتها عدد المحترفين مش كبير يعني اذا كان أملا. لكن في 2004 وانا في المجلس، 2004 ولا 2002 مش فاكر، لا 2002 كانت المشكله بتاعت جيلي اللي كان مدرب جيرار جيلي الفرنسي وكان هرب من عندنا، وكان المفروض انا يعني عملت حسيت قبل ما يسافر من التلغراف، واللي هو حرب ذكر الواقعه دي قبل كده، حتى كان اللي هو حرب كان مسافر طنطا في مؤتمر هو حماده امام، كلمتهم وهم في الطريق قلت لهم الراجل بعت فاكس عايز ارد عليه بالطريقه دي لانه بيتلكك عايز يفسخ العقد ويبين ان احنا مقصرين. ده جيرار جيلي ولا جيرار جيلي؟ هو راح مع الفريق الاول وكان عقده بيقول انه مرتبط بالفريق الاولمبي بعد نهايه المشاركة كاس الامم، فكان عليه ان هو يرجع بعد خروج المنتخب من امم افريقيا وحصد العلامه الكامله وطلع من دور الثمانيه. فكان يرجع المنتخب الاولمبي، خد اجازه وبعت لنا التلغراف ده عن طريق محامي، فقلت لهم انا مرتاب في نيته، هو بعت تلغراف بيقول انا يعني في نقاهه وتعبان وبتاع، فهرد اقول له ما رجعتش خلال 48 ساعه يبقى انت يعني اخليت بعقدك وكده. فكان في مناسبه في الاتحاد الدولي كنت بتابعها، فروحت لجنه شؤون اللاعبين، يعني قلت لهم عايز ميعاد في لجنه شؤون اللاعبين احضرها. ورحت حضرت اللجنه وكان في مشكلتين بتاعت جيرار جيلي وبتاعت عبد الستار صبري. كان المقاولين طالب تعويض. ربنا وفقني وخلصت جيرار جيلي باقل يعني ما دفعناش غرامه. هو كان واخد 16 مقدم اكتفوا بيه. وعبد الستار صبري اتحكم لنادي المقاولين لانه والله زينا اللي بيقول لك قاعد يدور في الادراج بعدين فتح درج كده طلع منه ملفات، لقيت ملفات كبيره قاعد يدور، قال لي الورقه اهو، قلت له طب دول ما احنا عايزين قرار فيهم بسرعه، والحمد لله ربنا وفقني وجبت لهم التعويض اللي كان مركون يعني. طيب زي النهارده ولكن في 2014 في السوبر الافريقي الاهلي بيفوز على الصفاقس التونسي بمناسبه ما ذكره علي معلول 3-2، علي معلول جاب جون وزميله فخر الدين بن يوسف جاب جون، لكن الاهداف الثلاثه للاهلي سجل منها جده هدفين او هدف وعمرو جمال هدفين. نفتكر الاهلي والصفاقسي والسوبر الافريقي. النادي الاهلي بيصطد حسام عاشور على الجهه اليمنى يوصل عليه احمد فتحي، احمد فتحي والتوزيع في القائمه خطيره، اوبا اوبا جول جول
وجدت نادي جده يفتح مجال التسجيل الاهلي المصري عند الدقيقه 23. يا لا من توزيعه من احمد فتحي، الاعتماد على الرواقين من جانب النادي الاهلي، من هناك سيد معوض ومن هنا احمد فتحي، التوزيعه في العمق، دفاع النادي الصفاقسي نسي احمد جده في القائمه الثانيه. واتحدث عن احمد جده ناقص المنافسه، لم يلعب تماما في بدايه هذا الموسم، التوزيعه كانت رائعه، تكون داخله مقوسه مرفوعه بشكل رائع. جول جول عن طريق الصغير القناص عمرو جمال، يضيف الهدف الثاني للاهلي المصري بعد 8 دقائق لعب من كرة ثابتة وخطأ فادح ثاني للنادي الاهلي. شوف الإعادة مرة ثانية في القائمة الثانية، دفاع بقي يتفرج وينتظر ويطالب بوضع التسلل، طبعا صعب الحكم عليها من الزاوية التي شاهدناها، ولكن اللاعب عمرو جمال ببراعة يسمح للنادي الاهلي من تسجيل هدف غالي وثمين، اذا ضيعها معلول يخسر الصفاقسي. اوب اوب، والهدف الاول يسجل على يمين شريف اكرامي، هدف اول لصالح النادي الصفاقسي. وتبرز كلاعب تاتي هكذا من خارج النادي الاهلي، كرة طويلة وصلت مباشرة لمسيدان، يراقب الكرة بيسرى مسيد، اوب 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 اوب، جول جول، هدف في منتهى الروعة عن طريق الصغير دائما عمرو جمال، حطها لك فوق راسك مسيدان يا عمرو جمال، حطها لك بكيفية من أروع ما يكون، استلم بيمناه وزعها بيسراه، وأنت كنت رائعا ومتألقا ومتميزا، ارتقيت وسط دفاع، أيضا النادي الصفاقسي اللي مخيب أيضا في وسط الدفاع للمرة الثالثة، الهدف من العمق هذه المرة من عمرو جمال، بروعة يسجل الثالث، النادي الصفاقسي الذي بقي يتفرج على عمرو جمال وهو يرتقي ويضع الكرة بكل سهولة على يمين الحارس رامي جريدي مسجلا الهدف الثالث للأهلي. 3 أهداف مقابل هدف واحد صارت النتيجة، يا له من الفرحة ولكن يا له من هدف مستحق وعند عمرو جمال الصغير الذي يسجل هدفا ثالثا رائعا يمنح به الكثير من الأمان، ليس كل الأمان والاطمئنان ولكن الكثير من الأمان. سيحدث التغيير التالي للنادي الأهلي، أعتقد بأن نجي جده هو الذي سيخرج بعد حين. كرة بالرأس صعبة خطيرة، الكرة هذه خطيرة، أوبا با با با، جول جول، فخر الدين بن يوسف ببراعة راقب باليمنى وسدد باليسرى، هدف من أروع ما يكون. يعني كل ما يهمني في هذا الشريط الأداء بتاع عمرو جمال وهو طالع من يوم إصابته في ملعب الأسيوطي ما هوش نفس عمرو جمال، نتمنى أن يعود إلى هذه الحالة البدنية والفنية، لاعب مهم جدا جدا جدا. طيب فاصل بتالي تطلع للفاصل ونشوف لما وصل الفارق للعشرين. أهلا بحضراتكم من جديد، النهاردة وصل الفارق للعشرين، 20 نقطة الفارق بين الأهلي المتصدر والإسماعيلي الوصيف، وطبعا مع الزمالك المناوش التقليدي للأهلي هتلاقي الفارق أكبر من كده، هيبقى 21 بس الإسماعيلي ناقص له مباراة. لو بصينا نظرة في الجدول يا باشمهندس، عشان ده بعد مباريات النهارده، هنلاحظ التكافؤ والنديه والمسافات القريبه موجوده بين كل المقاعد، انت فقط بتتكلم على الاهلي لوحده، وبقيه الجدول يعني هلاقي الاهلي 66 بس، الاسماعيلي الثاني بينه وبين الزمالك نقطه، الزمالك الثالث بينه وبين المصري بعد منه 3 نقط، المصري 42 سموحه 38، 38 تحتيه ال 35، في ال 33 وال 32، هتلاقوا باستمرار المسافات قريبة جدا بين كل فرقتين في مقاعدين متتاليين، حتى في المؤخرة يعني النصر عنده 14 فوق منه الرجاء 16. والمصري خلي بالك برضو ان المصري ناقص له ماتشين. لكن ده مش معناه انه مفيش ندية في الدوري، لا هو في فرق في المستوى عالي لصالح الأهلي، لكن بقية الفرق المسافة بينها وبين بعضها قريبة جدا.
نتائج هذا يمكن بكره الثلاث في طنطا والرجاء والداخليه والمقاولين، الانتاج الحربي والاسيوطي ووادي دجله مع طلائع الجيش، وتاجلت مباراه المقصه مع سموحه لمشاركه المقصه في البطوله الافريقيه. في مباريات الاسبوع ال 24 الاهلي كان فاز على الاسيوطي بضربه جزاء سجلها وليد سليمان. الضربه اثير عليها كلام كتير في مباراه الاهلي والاسيوطي. بهذه المناسبه طبعا بنحيي الكابتن علي ماهر المدير الفني للاسيوطي على هذا التنافس الرياضي المحترم الشريف، وبنحيي كل واحد اهلاوي احترم علي ماهر. بنحيي جمهور الاهلي، بنحيي اداره الاهلي، بنحيي الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي كان علي ماهر لغايه فتره قريبه واحد من اللي قاعدين على الدكه في وسطهم كمدرب للنادي الاهلي، يتحول الى مدرب منافس يقاتل بكل شرف وقوه وشراسه لصالح فرقته، ويحترم الكابتن حسام البدري، ويحترم مساعده حسام البدري، ويحترم جمهور النادي الاهلي ومسؤوله الاهلي. هي دي الرياضه، وهو ده المثل، وهو ده النادي الاهلي. اكون سعيد جدا لما ابني كلاعب او مدرب ينافسني بكل هذا الشرف وبكل هذا الاحترام لناديه والفانيلا اللي بيرتديها. هادي خشبه مدير الكوره في نادي الاسيوطي، علي ماهر المدير الفني، والاثنين عندهم هذا الاصرار في هذا الاداء. يمكن حتى الاسيوطي مش مزنوق للمباراه، ما بيكافحش للبقاء ولا غيره، موقفه في الجدول الى حد ما افضل، لكن انه يقاتل بهذا الشرف وبهذا النقاء وبهذا السلوك الرياضي ده يستحق عليه الاحترام يا باشمهندس. مؤكد، خاصة ان كل الناس قالت هو ليه الاسيوطي عادي لاعب الاهلي في برج العرب؟ وطلع الحاج محمود الاسيوطي بنفسه قال يجي اربع خمس اسباب مقنعه جدا تخلي ان الاسيوطي عايز يلعب في برج العرب. احنا فرقه كوره، احنا لينا طموح، الملعب ده بيساعدنا على الاداء، وهنسافر نلعب في القاهره بعدها بيومين. فمن المنطقي ان انا من الاسكندريه للقاهره 45 دقيقه بالطياره ان انا العب في ملعب قريب عشان صحيح. ما اجهدش فرقتي نتروح بني سويف اسيوط بني سويف، لان هم بني سويف. لان الناس برضو يمكن قال لك هي الاسيوطي يا جماعه ده منتجع للاسيوطي موجود غرب بني سويف، هو اسمه الاسيوطي لكنه اقامته بعيده عن اسيوط في بني سويف، فبالتالي هو ما بيروحش يلعب في اسيوط. يعني الامن بس اللي قال لك المباريات الاسيوطي مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي ما ينفعش تلعب في المنتجع بتاع الاسيوطي، فبيوديها لاسيوط. انما لازم تلقيح الكلام، حتى اما تيجي ضربه جزاء يبقى لك 10 ضربات جزاء وراجل حكم خامس مطاطي بيبص في وسط اللعيبه ويتجاهل ضربه الجزاء، واجاي الماتش اللي فات حسب عليه درجات ضربه جزاء الراجل هو اللي راح له خبطه ما اتحركش من مكانه. ضربه جزاء على الاهلي وليك اربع ضربات جزاء في طلائع الجيش، وشوف ضربه الجزاء هتشوفها انت هنا اللي اتحسبت على الاهلي. خليني اقول لك العناوين للمواقع بعد فوز الاهلي الكبير على النصر النهارده 5-0 ووصوله للنقطه 66. موقع في الجول قال الانتصار الاكبر للاهلي في زائد 20، الاهلي يكتسح النصر بخماسيه. ويلا كوره، الاهلي زائد 20 يسير وحيدا نحو نجمته الرابعه باكتساح النصر ويواصل تحطيم الارقام. المصري اليوم، الاهلي يستعرض ويسحق النصر بخماسيه في مباراه عوده القائد غالي. اليوم السابع، الاهلي يواصل هيمنته على قمه الدوري بخماسيه نظيفه في شباك النصر. موقع الشروق، الاهلي يكتسح النصر بخماسيه نظيفه ويقترب من النجم الرابعه. صدى البلد، الاهلي يقصو على النصر بخماسيه ويوسع الفارق مع الاسماعيلي ل 20 نقطه. بوابة أخبار اليوم، الأهلي يقصو على النصر بخماسية. موقع 1-3، الأهلي يكتسح النصر بخماسية نظيفة بالدوري الممتاز. إنبي فاز على الإسماعيلي 2-0 وتأجلت مباراة المصري والاتحاد، وقلت لكم الزمالك فاز على بتروجيت 3-1. مباريات الثلاث قلناها يا باشمهندس. كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام
تحدث عن ضربة الجزاء اللي احتسبت للأهلي أمام الأسيوطي، قال عصام عبد الفتاح في اليوم السابع إنه ركلة الجزاء اللي احتسبها الحكم محمد الصباحي لصالح الأهلي أمام الأسيوطي صحيحة تماما، وعلق في تصريحات إذاعية على ركلة الجزاء قائلا: القانون ينص على أن مستوى ارتفاع اليد يجب ألا يكون مثلما فعل مدافع الأسيوطي، مضيفا: ظهر مدافع الأسيوطي كان للكورة ولكن هذا لا يمنع شبهة التعمد. وأضاف: القانون يقول إن الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها التغاضي عن احتساب ركلة جزاء هو الاشتراك والتنافس المباشر على الكرة، وهذا لم يكن موجودا في هذه الواقعة. عموما نسمع الكابتن عصام عبد الفتاح في راديو ميجا اف ام يعلق على ضربة الجزاء. معانا على الهواء دلوقتي كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة، اهلا بك يا فندم. هل نقدر نحن نأكد مليون في المئة انها ضربة جزاء، ولا انت شايف بحسك التحليلي انها هو الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في ركلة الجزاء حاجات مهمة جدا. ايوه. في بعض الاعتبارات في القانون. تمام. هل الايد كانت داخل الجسم ولا لا؟ هي في المحيط الطبيعي جنبه، جنب الجسم يعني. لا، في فرق انها جنب الجسم ولا خارج الجسم. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. جنب الجسم او داخل الجسم او قريبه من جسمه او داخل جسمه تيجي في الكوره يبقى مفيش خطا، انما لو الايد خارج الجسم يبقى في خطا. يقول ان هو مش مدي وشه، مدي ظهره اصلا، مش شايف الكوره. تمام. لو مد ظهره وما عملش التنافس على الكوره، يعني انا طالع لو انت في الهواء فوق. انا طالع لو انت في الهواء فوق بنلعب الكوره بالهيد، انت لحقتها قبلي. وجت من راسك لايدي. مستحيل ان انا وانا وانت طالعين نتنافس على الكوره، في فرق. نتنافس على الكوره اللي انا وانت شايفها، اللي انا وانت شايفين الكوره وبتنافس عليها تيجي من راسي لايدي. اوكي. وعلى فكره دي حصلت في النادي الاهلي برضو في ماتش مش فاكر انهي تقريبا، كان مباراه ايه. كان برضو طلع اثنين مهاجم النادي الاهلي ومدافع احد اللي ايوه فاكر انا الماتش ده. لكن دول تنافسوا على الكره، الاثنين شايفين الكره. كان ماتش طنطا تقريبا، انا الحقيقه مش فاكر حاجه كده يعني. حاجه زي كده. الكره دي من وجهه نظر حضرتك بالقانون يعني انها ضربه جزاء. تمام. لان الاثنين لم يتنافسوا في نفس الوقت على الكوره. لو بيتنافسوا في نفس الوقت على الكوره من المستحيل ان هم يعملوا فعلين في وقت واحد. لكن اعتقد ان الكوره عدت لاعب الاسيوطي هي عدت طبعا. عدته وهو فضل محتفظ بايده في هذا الوضع. فلما جت الكوره في ايده فكان قرار اعتقد ان الحكم الاضافي هو اللي ادى القرار وليس الحكم المباراه. عشان كده هم جريوا على الحكم الخامس. بطبيعه الحال الجدل المثار ده معناها ان لسه الحكام مش متفقين على معيار واحد، لان الكابتن عصام عبد الفتاح وكل المحللين قبل كده قالوا ان الايد لما تكون طبيعيه ما بتشغلش حاجه، لكن لما الايد بتكون مفروده لا قالوا وش ولا قالوا ظهر، اتحسبت من الظهر كذا مره منها على النادي الاهلي. ده انا فاكر مره في ماتش المحله لما كان في الدوري الممتاز وكان احمد علي بيلعب باك رايت عندنا وبيجري بظهره في وجه للجون، ما هو الفيرود والكره خبطت فيه وهو بيجري بيعمل كده مش شايفها خالص، واتحسب الضرب جزاء الاهلي وبرضه صار الجدل وقتها. لكن اتقال الايد طالما مش في حيز الجسم قد يكون هناك تعمد من المدافع انه يعمل بيشغل بيعمل حي، ما هو مش عارف هتيجي في ايده ولا لا، لكن اهو بيشغل حيز من الفراغ اللي ممكن يستفيد بيه. هنشوف دلوقتي الكابتن الشناوي نفسه اللي طلع وقال ان دي ضربه جزاء غير صحيحه، وبرضه شرح قال لك يا شوارب سيبني انا عارف بقول ايه. الشناوي يقول انها ليست صحيحه، ده اللي مكتوب قدامنا. يبقى ابتدي بيها. معلش. فالشناوي بيقول مش صحيح، واستند مع ان هو نفسه الشناوي اللي قال قبل كده مش مهم احنا مش هنخش في نية الناس بدل شغلت حيز، لكن كانت الاتجاه والمزاج العام ان تبقى مش صحيحه وان الحكم الخامس غلطان، مع ان الحكم الخامس ده كذا مره يظلم النادي الاهلي حتى لدرجه ان انا قلت فايدته ايه في الملعب. طب ما تيجي نشوف الشناوي نفسه بقى في ماتش طلاع الجيش. لا، طب ما تشوف الشناوي الاول بعد وقعه الاسيوطي. ما هو مش مكتوب هنا عندنا. قول. الشناوي في اون سبورت يتحدث عن ضربه جزاء الاسيوطي.
تيجي بقى ركله الجزاء وانا عامل عندها بوز وهي مهمه جدا في ايه؟ ان اللاعب اللي احتسبت عليه طبعا هتبص تلاقيه انا عامل عليه بوز هنا جوه فهو طالع يعمل ايه هنا يا كباتن؟ طالع يلعب الكره بدماغه اهو الكره جايه اهو طالع يلعب الكره بدماغه هو مش ممكن لان عايز نقف بس ثانيه واحده شروط احتساب لمسه اليد يا كابتن يا كباتن ان شرط التعمد مش ممكن واحد بظهره ابدا هيتعمد انه يلعب الكره وهو مش شايفها لانه كان بيلعبها من الواجهه الاول وفشل في لعبها وواحد تاني بيلعبها سواء زميله سواء يعني خصم لو جت من زميله بالشكل ده برضه لا يعاقب بلمس اليد وبالتالي لما تيجي من المهاجم لا يعاقب بلمس اليد وهنا لمس اليد مش موجوده والقرار هنا من الحكم الاضافي اشرف رشاد قرار غير صحيح. يعني ضربه جزاء بتثير جدل. طب يا سيدي قول النوايا يعني انت دلوقتي اختصرت يا كابتن شناوي خليك فاكر كلامك شرط التعمد شرط التعمد عايزين بقى شرط التعمد ده نشوف في ماتش طلع جيش هو قال عليه ايه ممكن كده ترتبت يا شباب نشوف بقى الحاله هنا بالشكل ده طبعا انا وقفت والحكم هنا من مكانه اكيد هو شايف حاجه ما نقدرش نقول ان هو مش شايف هو شايفه اكيد اللعبه دي يعني عشان برضو نكون احنا منصفين انا عايز اقول ان اللعبه دي هي ممكن لمست في الدراع اليمين من تحت الباط كده وبعدين جت على بطنه بصدره نزلت قدام لكن الدراع الشمال ما لمستوش اللمس كله في الجزء الممكن اللي هو الكوع المتني ده بالايد بتاع اليمين ممكن تلمس كده ليه؟ لانها لو جت طب الكوع المتني ده يعتبر جزء من الجسم مين؟ الكوع المتني ده لا الكوع المتني ده بينالتي ولا بينالتي كده كده تبقى لمسه يد خلاص جت يعني انت مقتنع يعني ضربه جزاء انا مقتنع انها كده تبقى لمسه يد لو في تلامس للكره الكون انا جت في الاول هنا وبعدين بتيجي في الصدر تنزل قدامه وما جتش في الايد الثانيه اذا هناك في تلامس فهنا ركله الجزاء باللي احنا شايفينه قدامنا كده بالبوز اللي انا عامله ده فخلاص يعني انا مش عايزين وهو خاصه قريب وشايف عشان برضه نبقى يعني منصفين لان زاويه الكاميرا والرؤيه دي هي احنا بنحللها بص الايد بالشكل ده وهو قريب جدا على مقربه فطبعا هنا قرار لا حول الله في الاولانيه شرط التعمد ومحدش سمع على الكوع والايد وفرد الباط دلوقتي وهو بيلف كمان بظهره الواقع قبل كده لاعب الاهلي بظهره عمرو السوليه هو بظهره قال لك لا ما هو حتى وهو بظهره بس الكوع الكوره جت في تانية الكوع طيب ما هو مع مبسوطي جت في ايده كان ساعتها لا هو الايد بره الجسم فشغل الحيز فجت في الكوع من تحت عشان اقول لكم ده انا مش عايز اجيب لك تعليقاته كلها انتقائيه يا استاذ ده في الماتش ده في اربع ضربات جزاء للاهلي لم تحتسب واحده ايوه منهم واحده اللعيب جه اليشا جت في ايده وقفت الكوره قال لك اصله اليشا وايده مش عارف ايه والثانيه نط ما اعترفوش ولا ضربه يعني اربع ضربات جزاء في هذه المباراه وطلع الاستاذ مرتضى منصور بعد المباراه يقول لهم يا جماعه دي جزء من اخطاء التحكيم ايوه واول ما قالوا الحكم اتوقف قال لك بيجاملوا الاهلي وطلع الكابتن يعني عصام عبد الفتاح قال لك هددني وبعت لي رساله فاكر انت المواضيع دي كلها يا جماعه لا عندما يكون هيجامل الاهلي على اسيوطي ليه؟ خايف على الدوري يروح من الاهلي وبعدين المعيار اصل الحكم قريب يعني في واقعه طلائع الجيش السند عند الكابتن الشناوي اصل الحكم قريب طب يا اخي ما هو في الاسيوطي الحكم في وشه ما هو الحكم الخامس اللي انت حاطه لا ده هو في وش اللاعب ده انا وانا بتفرج امبارح ولا النهارده في برنامج بيحلل صفاره مش عارف ايه صفاره معاني التحكيم بيقدمه وائل رايه وصفاره رايه وصفاره مصر على ان الغوا بقى الحكم الخامس ده اللي بيلخبط الدنيا وبيبرط الحكام وانه متعمد يعمل مش عارف ايه وانه في صارت حاله من الجدل بينه وبين وجيه ولما قعد لحد ما خلي وجيه في الاخر قال له يا سيدي انا مش مقتنع ان ضربه جزاء بس هو شايفها كده يعني قال له طب ما هو ده قريب وده قال له يعني ده مش دوره ده يعني في اصرار على التركيز على ضربه الجزاء التي لا تؤثر على مسيره الدوري لا هي ضد نادي هيهبط ولا مع نادي بينافس من اجل الفوز بالدوري يعني
ايه اللي يخلي الحكم الخامس يحسبها؟ شايفها في ايده بالظبط، لعبه واضحه جدا بالظبط. ولو كان وقت الحلقه النهارده يسمح، لولا ان احنا بس شغالين ساعتين كنا استعرضنا مع حضراتكم. لا هنجيبهم عدد الضربات الجزاء اللي هؤلاء الحكام احتسبوها للزمالك، عشان برضو ما تبقاش المساله السنه دي والسنه اللي فاتت تحت البط. دي كرة يا راجل وقفت من كوع ونزلت له هو لعبها، يعني ما مشيتش خالص ولا سنتي. طيب بعيدا عن جدل الحكام والتحكيم، النهارده الزمالك كسب بتروجيت بقياده الكابتن طارق يحيى. الزمالك بتروجيت بقياده الكابتن طارق يحيى 3-1. كابتن فاروق جعفر ابن نادي الزمالك والمحلل في دي ام سي له تعليق على هذه المباراه وظروف خسارة بتروجيت ليها. نسمع كلام الكابتن فاروق. لا كمان عايز اقول الاطراف النهارده بتاعت نادي الزمالك الطرفين كان عبد الله او عنتر او عماد عاملين شغل جامد جدا، ان طارق فتح لهم الطرفين يعني عمرو الناحيه الثانيه، وبعدين بصي ناحيه اليمين ما يقدرش. كان عايز اقول في نقطه مهمه جدا، طارق يحيى بيلعب سامي عبد الفضيل. سامي عبد الفضيل بقاله من 2016 ما بيلعبش، يعني واحد بقاله من 2016 ما لعبش دوري، يعني اخر مره كان مع الاسماعيلي 2016 21 اكتوبر 2016. وبعدين النهارده بتلعبوا مباراه بحجم نادي الزمالك، ومباراه ثقيله، ونادي الزمالك لعيبه جاهزه بدنيا وفنيا. انا النهارده شايف الزمالك بيلعب لوحده في الملعب. ما جابوش بقى يتكلم كابتن فاروق حاسبها، ما جابوش بقى يتكلم. قال انه سامح عبد الفضيل اخر مره لعب فيها في الدوري 21/10/2016. كابتن طارق يحيى اشركه في هذه المباراه نظرا لاهميتها، واخطا في الثلاث اخطاء اللي تسببوا في الثلاث اهداف، وقال بعدها تم سحبه وساب الطرفين. ده كلام الكابتن فاروق جعفر في الاول، ساب الطرفين يرتع فيها عنتر و ده كلام الكابتن فاروق جعفر زي ما قاله بعظمه لسانه، وزي ما نشروا عنه حرفيا موقع بوابه الاهرام عقب انتهاء المباراه مباشره. لكن يتكلموا على ضربه الجزاء بتاعت الاهلي. ها؟ ما هو شوف يعني ده بقى يقودنا الى ايه؟ كان في اتجاه في اتحاد الكوره يقول لك ان المدربين اللي يسيبوا فريق في الدوري ممتاز ما يمرنوش في الممتاز، يمرنوا او العكس. لمثل هذه الامور، وفي انجلترا اتمنع هذا الكلام لمثل هذه الامور التي قد تظلم مدربا ما غلط فيتهم انه قد فرط في المباراه. واخد بالك؟ لكن انت وبعدين يطلع يقول لك اشيمبونج ما جابوش بقيه الحديث. ما لعبتوش عشان حرصا على مشاعر الزمالك ولا في بند. يعني ايه الزمالك كل ما يلعب في مع فرقه ابرز طنطا ما تلعبش المهاجم بتاعها، بتروجيت ما تلعبش المهاجم بتاعها، فين ده؟ ما حدش بيتكلم. الله، ولا حد بينطق. انا على فكره لا مصطفى محمد في طنطا يلعب ولا اشيمبونج يلعب. احنا بنقول على فكره لو ان هذا في اللائحه خلاص. لكن ايش ما احنا كل لعبتنا بتلعب قدامنا وبتجيد ومش بتجيد وبتتحمس. لذلك انا بشيد بمدربي الاهلي، مش بس الكابتن علي ماهر، كابتن مختار واسامة عرابي وعلي ماهر وعماد النحاس، كلهم ناس بيتفانوا علشان فرقهم وينقلوا ما تعلموه من نظام داخل النادي الاهلي ويقاتلوا احسن مبارياتهم. يعني الانتاج واخد بناط من النادي الاهلي، ها؟ ومختار بيلعب مع الاتحاد واخد بناط من النادي الاهلي. احمد سامي من الجيش، واحمد سامي ده احمد سامي أربعة انفعل على الـ على الـ 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 الصحفيه اللي بتقول له فوز يعني بسبب التحكيم اتضايق. يعني هو دلوقتي شاف ان ده شغله، ما يصحش حد يجرح في شغله. واسامه واخد 4 بونت. يعني فانت تيجي تقول يعني بسهوله جدا تفوته يجب على اتحاد الكره بالذات في المدربين، يا اما تحط لائحه ان المدربين ما يمرنوش في الدوري الممتاز، هو فريق واحد ويروح يمرنوا في اي حته تانية، يا اما تضيف اليها كمان وافضل هذا ان المنتقلين من اعارات ما يلعبوش ضد فرق. يبقى في نص عليها، في نص في عداله، مش تتعمل بالناحيه المزاجيه مش بالتهديد. كمان النقطه المهمه في حكايه المدربين اللي المهندس عدلي بيشير ليها،
المدرب يبقى درب فريق بحكم عمله اطلع على كل أسرار فرقته الفنية، عرف عنه كل شيء ويسيبه، بعد أسبوع يروح ماسك فرقة تانية ويرجع يلعب ضد الفريق اللي عرف عنه كل حاجة. ده كلام غير أخلاقي، حتى لو كان ده مسموح بيه، كلام غير أخلاقي إن مدرب يلف على 3-4 فرق يلعبهم وهو عارف عنهم كل حاجة. ده أنا ما بتكلمش على مستوى التحليل، يعني التحليل برضو في نقطة مجروحة شوية، إنه مدرب هيلاعب هذا الفريق بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين يطلع يحلله ويتكلم عنه، مش قضية التحليل، لكن قضية التدريب لابد إن يبقى فيها نقطة محددة شوية. يا إما المدرب ما يمرنش أكتر من فرقتين في السيزون الواحد لغاية لما تنتهي علاقته بهذا الفريق، أو كل ما لديه من معلومات مهمة عن أسرار هذا الفريق تقل أهميتها بعد سنة. لكن بهذا الشكل ما أعتقدش معايير الشفافية موجودة. القيعي متهما والحكم قبل المداولة بعد الفصل.